تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أتشرف اليوم بتسلم سيارة للإسعاف للجماعة الترابية لعيشة. لا يخفى عليكم التواجد ديال جماعة عيشة على الطريق الجهوية 417، بالإضافة إلى أنه واحد النسيج طرقي مهم. مجموعة من النقط السوداء اللي على امتداد هذا الطريق كتعرف واحد الحوادث ديال السير، مما يجعل معها توفر الجماعة على سيارات الإسعاف إضافية مطلبا له ملح حياته. نشكر عملة الإقليم العرائش في شخص السيد العامل، وأيضا في شخص اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللجنة التقنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي تفاعلت مع هذا المطلب الملح وفرت هذه السيارات الإسعاف بناء على طلب من الجماعة. أكيد أنها ستضيف أو ستترك قيمة مضافة في جماعة عيشة على مستوى التدخل في النسيج الطرقي التي تحتضنه الجماعة. نعم، بالإضافة إلى ذلك كنعرف بعض الدواوير يعني كتكون فيها مسالك صعبة، وكيفاش يمكن التعامل مع هذه الوضعية من تقريب الخدمة خاصة الدواوير اللي كتكون يعني صعوبة المسالك وكتكون نزول على الجماعة. جماعة الترابية عيشة فتتوفر على 42 دوار سهلة الولوج، يعني كاين الولوج من جل الدواوير ديال جماعة عيشة، والتدخل غادي يكون بسلاسة إن شاء الله الرحمن الرحيم.